الطاقة دلوقتي أكبر مشكلة بتاع التلوث عندنا في السودان هي موضوع النفايات والتحكم في النفايات. إذا بدينا بهذا الجهاز، هذا الجهاز بيحول كل نفايات الورق والكرتون وورق الأشجار والأغصان الرفيعة، بحولها هنا لكربون، بحرقها بهذه المدخنة، ودي ممكن توفر للولاية 70% من نقل المخلفات. بيبقى المخلفات القابلة للحريق أنا بحرقها هنا بحولها لكربون، الكربون بيجيني بودرة بكبسه بهذا المكبس بيديني فحم. طيب بهذا المكبس أنا ممكن أطلع فحم فري من كل الموجود في الشوارع. طيب نجي هنا، ممكن أنا إذا ما كبست فحم أجيب أغصان الأشجار والكرتون وكذا وأشغلهم في هذا الموقد، ده اسمه الموقد المحسن للفقراء وللناس اللي بيبيعوا طعمية واللي بيعملوا فول وكذا، ده بيشتغل بمخلفات، يبقى ما محتاج لفحم ولا محتاج لعيدان أشجار. وفي الآن يعني مؤتمرات الأمم المتحدة والتغير المناخي وكل معايير البيئة الحديثة الآن بتدور على كيفية التخلص من النفايات وتوفير الطاقة من المخلفات. الثاني دي ده الامبروفد ستوف، ده سموكليس ستوف. عندنا نحن المطبخ بتاعنا اللي بيشتغل بالحطب وبيشتغل بالمواد الأخشاب أو الحطب، فدائما بيطلع لنا دخان القصب، مخلفات الذرة وكذا يعني، فهذا ده بيخلصني من الدخان وبيخلي المطبخ معافى بدون دخاخين. اللي قدامنا ده اسمه روكيت ستوف. الروكيت ستوف ده بيشتغل بفعالية عالية جدا، يعني بيزيد 70% من أي موقد عادي أنت بتستخدمه، بقليل من المخلفات والتحكم في الأكسجين من هنا، وبيحصل شافت قوي جدا جدا للهب، وده ممكن ينجد لك فول، يعمل لك طبخة، يعمل لك أي حاجة في زمن قليل، وبيدي تحكم في انك تشغله كم ساعة غير ما تكون النار مفتوحة للهواء من كل الجهات. فده اصبح ضروري جدا الروكيت ستوف للاستخدام، وده لاستخدام وده لاستخدام. يبقى الثلاثة بدائل دي هي لإزالة الفقر، للحفاظ على الغابات وعلى الأشجار وكذا يعني. البيوغاز زي ما احنا شفنا من الداخل عندنا وحدة بيوغاز بتستخدم النفايات العضوية من بقايا المطاعم وبقايا الأسواق المركزية، بقايا الأطعمة، بقايا الرغيف، بقايا المواد الخضراء، باقي البامية، باقي الملوخية، باقي أوراق البصل، أوراق الجزر، كل ده أنا بدخله هنا. والآن الوحدة دي جاهزة مليانة ومعبية وفيها التفاعل تم، كل ما ممكن داير أنا أفتح هنا ممكن أشعل طوالة الشغل أو أدخل دي في البيوغاز بتاعي الموقد بتاع الغاز وطوالي ممكن أشغل. ده ممكن تشغله أي أسرة بتكاليف أقل من الوحدة اللي شفناها بالداخل. ده برضو كمان نفس الستايل، ده ممكن يشيل لي الويست ويشغل لي 4 أسر. دي تكنولوجيا هندية، الهند استفادت من كل المخلفات العضوية ومن المجمعات السكانية، وكل مخلفات بتنزل في حوض كبيرة زي دي زي ما شايفين في الصور، بتديني كمية غاز كبيرة جدا جدا، الناس ممكن طوال توديها للاشتعال واستخدام مستمر، وما فاض عن ذلك ممكن تخزن في بالون زي دي. هناك عندنا بالون، لكن عندنا ميجرمنت وعندنا معايير وسلامة ومقاس ضغط وكده، لكن ده سيمبلي الناس ممكن تستخدمه. إذا الضغط زاد الجزء الأبيض ده بيطلع لفوق زي ما شايفين الأصفر ده، كل ما نزل لتحت يبقى الضغط منخفض. عليت كل ما عليت كل ما عليت بكون عندي غاز فايض. يستحسن نتقله يا بفريم بتاع حديد أو خد عليه حاجة تقيلة عشان يديني ضغط عشان أدخله للمطبخ وأطبخ بيه. فدي كلها وسائل لحفظ الطاقة.